إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أولاً في البداية، أنا في بداية الحديث نعلن تضامننا مع مروى الصبري ونطالب بسرعة الإفراج عنها، وكذلك نطالب من جميع الحقوقيين وحقوق المرأة وحقوق الإنسان وكل المنظمات بالتضامن مع الأخت مروى الصبري، وكذلك نطالب من كل الجهات الرسمية والمواطنين في الداخل وفي الخارج التحمل لهذه المسؤولية والمطالبة، سواء كانت إعلاميا أو حقوقيا أو كذلك بوسائل الضغط أو كل من حيث ما يستطيع. فهذه أختنا، وهذا لا يجوز السكوت عنه. فأين الإنسانية في من يدعون الإنسانية؟ أين هي حقوق المرأة إن كانوا يتغنون ويتشددون بحقوق المرأة وحقوق الإنسان؟ فهل هذه ليست إنسان، وليست من النساء، وليست مرأة أن يتم التعاطف معها والمطالبة والإفراج عنها؟ هذه حقيقة تفضح زيف ادعاءات المنظمات الحقوقية والإنسانية، وتفضح زيف الدول التي تتسمى بذلك. فكيف بدولة يدرج اسمها تحت قتلت الأطفال وتأتي اليوم يعني يريدون أن يعني هنا يعني تخيلوا أنها تدرج ضمن اللائحة السوداء، ويأتي يعني بضغط تقوم تضغط هي وإلى جانبها أمريكا، ويمحى وتسحب من تحت القائمة السوداء لقتلة الأطفال. لماذا؟ لأنها بسبب أنها تمولهم وتدعمهم، ويظهر المبعوث يعني ويظهر الأمين العام للأمم المتحدة ويتكلم بعظمة لسانه أنها هددته السعودية بإيقاف الدعم. هذه يعني حقيقة تفضح كل من يتغنى بالإنسانية وكذلك بحقوق المرأة وحقوق الإنسان وكل ذلك. لذلك حقيقة حين نتكلم مثلا عن السفارات اليمنية، نحن نعرف أن أغلب سفارات دول العالم وخاصة مثلا الدول المهيمنة والتي لها يعني مثلا الدول المهيمنة على الدول العربية أو غير الدول العربية، تجد دائما هذه السفارات هي من تدير بعض الدول. يعني تخيلوا أن دولتنا كانت تدار من قبل أحد القنصليات لدى السفارة السعودية. تخيلوا أن رئيس الجمهورية اليمنية، تخيلوا أن رئيسا لنا لليمن سابقا وهو إبراهيم الحمدي يقتل على يد من؟ على يد دبلوماسي، على يد القنصلية السعودي، وهو من حرض وهو من دار العملية وهو من كان يتحكم، مثل ما نرى اليوم آل جابر كيف يتحكم في مرتزقتنا في البلاد. فلذلك نحن نقول يعني تخيلوا دول العالم دائما أكثر الدول المتقدمة والتي يعني تمتلك حق نقض الفيتو، والدول المهيمنة والمتسلطة والمتجبرة تدير العديد من الدول استخباراتيا، بينما سفاراتنا نحن تشتغل استخباراتيا مع العديد من الدول. لا أخفيكم، قد تكون أن هذه سفاراتنا هي من تدلي بالمعلومات لمن؟ لبعض الدول لإلقاء القبض على المواطنين اليمنيين. فكيف تسعى هي للإفراج عنهم أو للمطالبة بالإفراج عنهم أو بتوكيل محامين، وهي هي من تشتغل استخباراتيا وتدلي بجميع المعلومات، وقد تكون هي أول من تبلغ، لأن لديهم هناك من لم يستطيع أن يقوم بتنفيذ مشاريعهم. تخيلوا أن من كانوا يتغنون بهذه الحرية وكانوا يتشددون بها، تخيلوا هنا كانت يعني تخيلوا سميرة الحوري كانت تظهر من صنعاء، كانت تتحدث وتتكلم وتخلص جلد أنصار الله والحوثيين من قناة على يعني على على منبر على منبر الحدث وعلى منبر العربية وكذلك قنواتهم. وحينما ذهبت إلى السعودية وهربت من صنعاء، تخيلوا لموقف يعلم الله كيف ما الذي حصل وما الذي دار وكيف هي وما موقعها وأين هي اليوم، لا أحد يعرف عنها شيء. ناهيكم عن سميرة الحوري الذي تم اختطافها من مأرب وبيعها من السعودية. فلذلك هذه كلها نقولها بكل صراحة أن هناك هذه سفاراتنا لها يد، وكذلك حتى هؤلاء المسؤولين الذين هم في الدولة نفسهم إلى اليوم لم يحركوا ساكنا
فلذلك هم دائما هم أدوات، هذه أدوات لهم. حتى البعض قد يكون هناك من البعض من المغتربين يريد أن يوكل محامي لها أو يتجه لهذا الاتجاه القانوني، ولكن خوفهم من النظام السعودي في حد ذاته أنه إذا أحد تكلم عنها يخاف أن يسجن ويرمى في السجن بتهمة أن له علاقة بها أو ما إلى ذلك، لأنكم تعرفون كيف يلبسونهم التهم وكيف يزجون بمن أرادوا، سواء كان على تغريدة أو بدون تغريدة، هم دائما يستخدمون هذه الأساليب القذرة. لذلك نحن هنا من هذا المنبر ومن هذا المكان، ويثبت يعني حين نتكلم بأنه يجب تدويل الحرمين الشريفين وعدم استخدام الحرمين الشريفين في يعني تسييس المشاعر والمقدسات الإسلامية، يجب أن تخرج من تحت العباءة السعودية ويجب ألا تسيس. فلذلك نحن حين نطالب لأنها أصبحت الآن أطرف مشكلة تحدث مع ما تسمى بالمملكة العربية السعودية. أول شيء تمنع أبناء الدول أو تمنع شعوب تلك المناطق من الذهاب للحج، مثل ما حدث مع قطر. أول ما حدث الخلاف بين قطر والسعودية، ماذا عملت السعودية؟ منعت القطريين من دخول حج بيت الله الحرام، منعت السوريين من دخول حج بيت الله الحرام، منعت اليمنيين تمنعهم من دخول حج بيت الله الحرام، هي من تمنع وهي من تتحكم لأنها أصبحت تسيسه. هنا حين يذهب أي إنسان للحج إلى لأداء شعائر الله، هنا يعني هو يعني أصبحت حياته مرهونة لأطرف موقف أو أطرف اغتيال أو أطرف يعني هنا قد إما أن يغتال أو يصفى أو يسجن، لأن لديه قد يكون مواقف سابقة أو ما إلى ذلك، وهو ذاهب إلى بيت الله ليتطهر من ذنوبه. إن كانت المسألة يعني دعونا نتعامل مثلا نسلم جدلا أن هذا الشخص الذي ذهب إلى بيت الله هو ذهب من باب منطلق أنه يمكن أنه غلط أو كانت له نظرة سيئة عن ما تسمى بالمملكة العربية السعودية، فحين يذهب إلى بيت الله الحرام ربما أنكم إذا تعاملتم معه بأخلاق وبإنسانية ربما يغير نظرته، أو إن كنتم تتعاملون وتقولون أنه يعني في كافر أو ملحد أو ما إلى ذلك، هو ذهب إلى بيت الله ليسلم اعتبروه، فربما سيهديه الله سبحانه وتعالى داخل مكة سيصلح الله شأنه وتصلح أموره، فلماذا تعتقلونه؟ لكن هذا يدل دلالة واضحة أن كل ما يتغنون به وكل ما يتشتقون به غير واقع. تخيلوا أنهم يتفاخرون بماذا؟ ما هي الخدمات التي يقدمونها ما هي الخدمات التي تقدم للحجاج أو لزوار بيت الله الحرام؟ يعني حين يتم يعني السعودية تتفاخر، رأينا يعني السعودية وهي في إعلاناتها وهي تتفاخر أنها قدمت أكثر من خمسة يعني قدمت لأكثر من 5000 حاج أكثر من 5 مليون لتر ماء من ماء زمزم. يعني هل هذه هي الإنجازات؟ هل هذا ما قدموه بمقابل ما تأخذه من مبالغ طائلة لمن يذهب إلى بيت الله الحرام؟ هذا لا يعني هذا كمثال، ولكن المسألة أنها كيف يستخدمونها ويسيسون هذه الأمور ويحتجزون، يعني أصبحت بيت الله الحرام هي عبارة، هم يريدون أن يجعلوا من بيت الله الحرام فخ ومستنقع يتم من خلاله يعني اعتدال كل من له رأي مخالف أو له نظرة يعني اتجاه النظام السعودي أو ما إلى ذلك، وهذه جريمة في حد ذاتها. كيف يعني تريد أن تنصب المشانق وتنصب والسجون والمعتقلات لكل من يريد أن يذهب إلى بيت الله الحرام؟ هذه جريمة، هذه كارثة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.